احترقنا من صيفنا وانميات الصيف للحين ما بدت، اللي نتأمل منها الشيء الكبير بعد خيبة الأمل اللي صارت من موسم الربيع اللي عايشينه. خلونا نبدأ مع الأنميات اللي راح ينزل لها تكملة أو موسم جديد أو أنمي جانبي لها. دان ماتش الجزء الثاني اللي راح يبدأ 13 جولاي 2019، الأنمي اللي كسب قاعدة جماهيرية كبيرة وتكون القصة في عالم فانتزي قريب إلى ألعاب الار بي جي، بحيث فيه دنجن يفرمون فيه بعض الشخصيات المطلق عليهم بالأبطال، والكل بطل فيه له كامي يوجهه ويسانده. الجزء الثاني من سكيل تيزر تاكاكي سان والمكمل لقصة تنمر تاكاكي على صديقها نيشاكاتا اللي راح يبدأ في 7 جولاي. أنمي إكسلريتر السبين أوف من أحد أكبر الأنميات إندكس، واللي يتكلم عن واحد من الشخصيات الجانبية المفضلة بالنسبة لي طبعا اللي هو إكسلريتر، وأحداثه مع شخصية ميكاسا والأحداث اللي تصير معه في المدينة المجنونة، واللي راح يبدأ في 12 جولاي من إنتاج استوديو جي سي ستاف. لورد إلموي الثاني ملف القضية اللي هو سبين أوف من فيت زيرو، واللي يتكلم عن لورد إلموي واللي راح يبدأ في 7 جولاي ومن استوديو ترويكي. والحين مع أنميات جديدة في هذا الموسم، دكتور ستون أو طبيب الحجارة، الأنمي مقتبس من أحد أنجح مانجات الجيل الجديد من شورين جمب، ومتوقع منه شيء كبير ولهم في تخوفات من السي جي حقه. والقصة تدور حول بطلنا سينكو وصديقه أوكي تايجي، وحدوث انفجار حول جميع المخلوقات الحية إلى حجارة، وبعد مرور آلاف السنين يستيقظ بعض البشر من تحجرهم فيبدأ محاولة ترجع البشر إلى طبيعتها. الأنمي الثاني فينلاند ساغا، أنمي تدور أحداثه في العصر الفايكنجز، واللي يعتبر شيء غريب بالنسبة للأنميات لأنه قليل اللي غطوا هذه الحقبة، واللي راح يجينا من إنتاج استوديو ويت اللي قدم لنا أتاك أون تايتن واللي راح يبدأ في 8 جولاي. أري فوريتا فروم كومن بليس تو وورلد سترونجست، يتكلم عن بطل نجم وهجمي واللي يعتبر شخص عادي جدا بلا طموح أو حماس ومنبوذ من قبل زملائه في فصله. في يوم من الأيام يتم استدعاء الفصل كله إلى عالم آخر ويتم عملتهم كأبطال منقذين للبشرية، كل واحد عنده قدرات وكلاسات مختلفة. طبعا راح نشوف كيف القصة راح تمشي مع بطلنا، وخصوصا بعد حادثة مأساوية حصلت له. فاير فورس أو زي ما أحب أقول لهم أنا الإطفائيين راح يبدأ في 6 جولاي، واللي هو من نفس مؤلف سول إيتر، وأتوقع هذا شيء الحالة يكفي أني يحمسك. تدور أحداث القصة عن عالم تتواجد فيه قوات خارقة لمحاربة النيران والحرائق اللي يتسبب فيها الانفيرنالز. الانمي راح يكون من استوديو ديفيد برودكشن اللي قدم لنا انمي جودو. وبالنسبه للافلام القادمه للسينما اليابانيه، عندنا فيلم كونوسوبا والمكمل احداث القصه واللي يعتبر شيء كوميدي. فيلم تينيكي نوكو اللي من نفس طاقم عمل فيلم يور نيم، واللي نتمنى يكون بنفس المستوى وبنفس القوه حقته. فيلم فايلت اوفر جاردن واللي مقتبس من الروايه الاصليه مكمل القصه اتوقع، ومتحمسين للدراما حقته بقوه. الفيلم 14 من الانمي الجديد حقنا ون بيس راح ينزل له فيلم بعنوان ستامبيد واللي عليه حماس وهايب قوي مرة. ويلا نشوفكم في الفيديوهات الجاية. جانا فيلم تينيكي نوكو اللي من نفس مؤلفين فيلم تينيكي نوكو.